مغربيه تضامن ديالو المطلق مع ام الفقيده فاطمه خديجه السويدي. وبالمناسبه لا يفوتنا كذلك بان نخبر الجمعيات بان المكتب الجهوي للجمعيه المغربيه جهات مراكش اسفي يعلن كذلك تضامنه مع ام فقيده. وفي هذا السياق اللي تنظموا فيه هذه الوقفه الاحتجاجيه نطالب باش يتفتح واحد التحقيق نزيه انطلاقا من 2015 وباش الاحكام القضائيه تكون متطابقه مع محاضر الشرطه القضائيه. خاص هذا البحث اللي غادي يجرى وتنطلبوا به باش يتجرى يعتمد المحاضر تاع الضابطه القضائيه في 2015، لان هاد المحاضر تاع الضابطه القضائيه في 2015 في الوقت اللي طردات الفقيده العزيزه خديجه السويدي بعمليه اغتصاب جماعي كاين حقائق في هذيك المحاضر. لذلك نطالب حين يجرى البحث بان تعتمد هذه المحاضر تاع ضابطه قضائيه. وهذا الوقفه اللي تتوقف يوم الجمعيه وتتندد بهذا العمل اللي تيمس قرارات اكبادنا ما هو الا اليه من الاليات متاحه من طرف الدستور المغربي والقوانين المغربيه. دستور ها هو والحقوق فينا هي، دستور ها هو والحقوق فينا هي، دستور ها هو والحقوق فينا هي. قلنا بان هذه الوقفه اللي تنقوم بها الان ما هي الا اليه من الاليات اللي يضمنها الدستور المغربي والقوانين المغربيه باش نعزوا الوجود والكيان المغربي. احنا ما ضد توعد، احنا جمعيات